رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى القائد الأعلى وإلى سمو العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين. وأكدت معاليها أن الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى جعلت المؤسسة العسكرية بقوة دفاع البحرين ركيزة أساسية للمسيرة التنموية الشاملة والنهضة المتطورة التي تشهدها المملكة كما قدمت رئيسة مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع منتسبي قوة الدفاع بهذه المناسبة الوطنية العزيزة مثمنة معاليها ما تشهده قوة دفاع البحرين من إعداد منتسبي القوة على أداء الواجب والتضحيات والفداء وتطوير المهارات والتعامل مع مختلف المنظومات العسكرية وأحدثها لتضاهي المؤسسات العسكريه المتقدمه في العلم والسلاح ومواكبه كل ما يستجد في مختلف المجالات. واكدت رئيسه مجلس النواب حرص السلطه التشريعيه وبكل ما لديها من صلاحيات للعمل على ان تظل قوه دفاع البحرين دائما وابدا الدرع الواقي والسد المنيع للحفاظ على المزيد من المنجزات التنمويه والحضاريه لمملكه البحرين.